كان عندي شغل هون قريب من بيتك، قلت بمر اذا موجوده بنشرب قهوه مع بعض. اهلا وسهلا. تفضل. تفضل. يسلموا، شكرا. عجبوك الكروكيات؟ كتير كتير حلوين. هي حلوة كتير، رائعة. أنا هي بحبها. بصراحة بهالكم يوم اللي مرقوا حاولت كتير إني ما أفكر فيكي، بس ما قدرت. والحق كلياته على لوحتك. كيف ما تحركتوا البيت كنت عم بلاقي حالي واقف قدامها وعم بتأملها. إذا وجودها عندك مضايقك فيك ترجعها، نحن مو من جماعة لا يرد ولا يبدل. لا بالعكس، وجودها ببيتي غير مزاجي كتير بصراحة، بس اكتشفت إنه لوحاتك ما بتشبه الطريقة اللي بتظهري فيها، بتعبر عن شيء جواتك ما بتحبيه يظهر بتصرفاتك. أنت روحك كتير حلوة، ليش دايما بتحبي تظهري حزينة ويائسة؟ متحفظة كتير. سؤال صعب كتير. حكيلي، شو إذا قدر ساعدك؟ ما بتقدر تساعدني، ما حدا بيقدر يساعدني. وشو عرفك؟ لا تستهيني أبدا بقدراتي. أنا فيني حول بيت الورد لجوز حمام، وفيني طلق أرانب من الطاقية، وفيني إذا حبيت اخفي لك كل شالاتك وفولاراتك من الخزانة. أنا معي كانسر وراثي. أبي وأختي اللي أصغر مني توفوا بسببه، وأنا إجاني مرض السنة الماضية وتعالجت، وعلى أساس راح بالضبط مثل ما صار مع أبي وأختي قبل ما يرجع المرض أقوى من الأول ينتشر بكل جسمه. فيك تساعدني؟ مشان هيك عم تهربي مني؟